يعني لقيته بيعمل دائما الرجل المطحون الغلبان يعني التعبان. ما شفتوش عمل مثلا ريحاني عمل دكتور كوميديان. ممكن الكوميديا تطلع من خلال شخصيات كتيرة جدا، من خلال دكتور، من خلال مهندس، من خلال صحفي، من خلال فنان، من خلال اي حد، خلال شخصيات يعني الكوميديا اللي في البيوت. هو عمل كوميديا من نوع معين، يعني ما دخلش البيت المصري، يعني ما شفتش الريحاني مثلا اب لاسره وطلع من خلال ده كوميديا. ما شفتوش يعني يا اما كل ايه موظف في ابعاديه او موظف في وسيه او موظف مش عارف فين، وبرده البدله بتاعته التعبانه والطربوش، وبعدين كان بيعتمد على صوت معين يعني مثلا كان جنبيه ممثلين عباقره جدا. بشاره وكيم كان ممثل كوميديان جبار جدا، وكان يعجبني كتير جدا هو. بس